زيارة هي الأولى إذن من نوعها منذ وقت طويل، تأتي بعد عودة سوريا لجامعة الدول العربية. كيف قرأت بداية المؤتمر الصحفي اليوم، وكيف هو التنسيق بين الطرفين في الكثير من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة؟ تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هذه الزيارة هي زيارة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هناك ارتياح سوري شعبي ورسمي كبير، وهناك سعادة سورية رسمية وشعبية كبيرة بهذه الزيارة. هذه الزيارة اليوم هي زيارة تاريخية من جانب، وأستطيع أن أقول هي زيارة الإعلان الرسمي السوري العراقي بالنصر، لأن هذه الزيارة لم تأتي إلا بعد حقبة طويلة من الزمان، فسوريا والعراق شهدتا معارك ضارية واحتلال ومعارك مع الإرهاب والكثير من الحروب خلال 20 سنة منذ 2003 حتى هذه اللحظة. فزيارة السيد رئيس وزراء العراق إلى سوريا اليوم واستقباله الاستقبال الرسمي من السيد الرئيس بشار الأسد هي الإعلان الرسمي بالنصر السوري العراقي على الكثير من المشاريع التي كانت تريد تدمير سوريا وتدمير العراق. هذا من جانب. الجانب الثاني يعني المواقف العراقية في السابق هي كانت إلى جانب سوريا، سواء كان عسكريا أمنيا إعلاميا سياسيا على كل المحاور، لكن الآن لا بد من قطف ثمار هذه المواقف الأخلاقية والقانونية والأخوية العراقية إلى جانب سوريا. لا بد من ترجمة هذه المواقف إلى أرض الواقع، ولا بد من تطبيقها وترجمتها فعليا. فهذه الزيارة الحكومية العراقية إلى سوريا جاءت لكي تترجم هذه المواقف إلى أفعال وإلى تطبيق. فحتى من خلال الوفد العراقي الذي جاء مع السيد رئيس الوزراء، سواء كان الدفاع أو الخارجية أو الوفد الاقتصادي والمشروع العراقي، نحن في سوريا ننظر إلى العراق بأن العراق سيكون رافعة اقتصاد المنطقة أو الإقليم. العراق سيكون دوره مختلفا في الفترة القادمة. الحكومة العراقية التي شاركت باستقرار العراق، التي وضعت قواعد استقرار العراق، هي الآن شاركت في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية ووقفت إلى جانب سوريا في معركتها ضد الإرهاب. الآن هناك سوريا بقيت تعاني من المشكلة الاقتصادية، من الحصار الغربي الاقتصادي، من القوانين الأمريكية والغربية الأوروبية ضد سوريا. الآن هذه الزيارة جاءت لكي تساعد سوريا اقتصاديا، وهذه أنا أستطيع أن أقول بأن عنوان الزيارة الأول هو إعلان النصر رسميا، وثانيا هي مساعدة سوريا بتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا. وهناك الكثير من الأوراق بيد العراق، بيد الحكومة العراقية، يمكن أن تقدمها أو تطرحها أو تساعد سوريا من خلالها. ربما هذا ستشهده الوزارات المعنية في الفترة القادمة.